اقول يا اخي سرق شنو فيها؟ واللي فيها كفيها ابو عبدو. الدواوي الدواوي كتصوني ليا واحد دقيقه. ها الهضره تما كتصونش كدريه انت. واش غنقول لك؟ الله يجيب اخي الجوكر صح. الله يجيب. طلب الله طلب الله ديما. امين اخي الجوكر الله يحفظك. لي ريختك اخي الجوكر. الو عثمان. الو انس فينك؟ فيني اولي على فيني؟ علاش وصلتي نتيا؟ يلا وصلت دابا شويه. لا ما بقيتش، جيت في الكار، جيت في التران. وصافي هي دابا نشوف المحطه. لا ما بقيتش فيها، راه تمشيت شويه وبقيت غاده في وسط الزناقي ما عرفتش راسي فين دابا. ويلي وشوفي شوفي شي واحد دايز محداك سولي انا بلاصه نتيا باش نجي عندك دابا. وشكون غنسول؟ هاد الحمامه ما فيها حتى شي واحد. بلاتي بلاتي عاود واحد صافي. وين جسميت هاد الحومه؟ حومه الكوشمار. شنو هو؟ حومه الكوشمار. الو الو اسماء. الو الو اسماء. الو ويلي ويلي ويلي. مالك انت ويا خشا تفوني في حومه الكوشمار؟ اه حومه الكوشمار. زوكير انا جي راجي. اولي 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 على الصحاب ديال اخر الزمان. تفو على بشار اخويا ولاي فالي هاد النعمه. وشنو اخي ياسين فيها شي قطيه اليوم؟ شي لعبه ولا والو؟ قطيه؟ حتى السير قهرتي هنا بالميلات اصاحبي. جبد لي شي 1000 ريال شي حمامه انا معاك. شنو حمامه ولا ميله اصاحبي؟ تنقول لك انا فراس مالي سانكا. ياسين خوك انايا. خويا انت مالك؟ علاش شكون هضر معاه؟ وما هضر معايا حتى واحد، ولكن هو واقف عليك اخويا. مالك اخويا دار؟ لما وقفتش عليا انا على من توقف؟ دا فيجي خطفوا عليا في حومه الكوشمار. خي ياسين اصلا انا راهي فوق لي الله من هادشي. والقمر حرام ما بغيتش مشيت انت الجنة. واد زانكا لقيتيني جايب الموية الزبدة وصافي. الله خير تبقى بخير. اخويا راك عارف انت اخويا وعزيز عليا واي حاجة نديرها معاك، ولكن حمت الكوشمار لا اخويا. اولي اولي اخويا اللي كنتعول عليه توا خوا بيا. وعلى بلان واحد هو اللي خضايف في الثوليات. نمشي عنده. خويا حمزة. واخو. سمعت اخويا حمزة اللي ما في المدرسة على حومة الكوشمار. شنو هي حومة الكوشمار؟ حومة الكوشمار؟ الحومة تيقولوا خايبة اخويا، ما عرفتش عليها انا بزاف. باش تعرف عليها بزاف يا نمشي عند بابا عبد الرحيم راه هو اللي هو يقول. يلا تانا باغي نعرف شنو هي حومة الكوشمار. يلا نمشي عند. السلام عليكم ابو عبد الرحيم. اهلا ولدي حمزة. كيدير؟ لاباس؟ لاباس ابو عبد الرحيم. اخويا الصغير سولنا على حومة الكوشمار، واش نعطي شي فكرة غلطة جبتو عندك انت تفيد احسن مني. مرحبا وليداتي. جلسوا. اسمع ولدي المكي. حومة الكوشمار أخطر حومة في المغرب. ومصنفة من بين أخطر الحومات في العالم. في الأول كانت معروفة بالكريساج. ومن بعد ولات أول حومة تتروج فيها المخدرات. والانطلاقة الأولى ديالها ونهار ناضت حرب بين حومة الكوشمار وحومة المكارب، وقتلوا كاع الناس اللي ساكنين في حومة المكارب، وولات أخطر حومة في تاريخ البشرية، واللي تيدخل ليها ما تيخرجش. ولكن قول لي با عبد الرحيم، هاد المسألة ما غاديش تفهم لي، تقول لي شدوهم فين تيمشيو؟ اسمع وليدي حمزة، حتى واحد ما تيعرف فين تيديروهم، ولا شنو تيوقع لهم. ومن تلاش برمودات. صافا اخويا حمقتيني، قلنا لك تسعود غير تاخذ سلاحك. صافا صح واحد خونا جاي لعندي الا ما نفرطو الا حي حتى تسعود. البيك شي حبه. مرحبا شيري مرحبا. هاكا خاي الله يسهل عليك. حنا عليك عشير يومين مزيان خويا. البيك زريقه ياك ما تنسى تبليش يا عمي. ما تبليش ما والو اخويا البيك، كي طايح في واحد المشكل وانت الوحيد اللي تفاوي ليا. مشكل؟ انا مشكل ورق ليا. خايل بيك لا خديتي معايا هذا المشكل وفاشي ليا هذا الشيء، والله شي غندبا على خويا. ايوا شري من البلان في اللاقه، انا راه داخل معاك على القارعه، ورق ليا شنو كاين. المهم اخويا البيك البلان هما فيه تا هو يخطفوا عليا في حومه الكوشمار، خاصني كيفاش نخرجها ولا شي حل. كوشمار؟ اخويا يا خويا يا خويا انت راك تعرفني راه محرر وميكروب وما عرفت شنو وعيله باش تحضر. كان اخويا شاد ديك الحومه اخويا ما نقدرش. لا لا اخويا ما لقيت لك جه. وايلا اخويا البكشه انت خويتي بيا، انت
جا الامل ديالي الواحد اللي كنت نحول عليه كلشي خوا بيا في هاد الحومه، ولكن هاني شتي ديك الحومه اللي خايفين منها كاملين غندخل ليها بوحدي. شمع على بالك انت بلي ديك الحومه اللي شي دخل ليها كاع ماشي يخرج، ولكن اخويا البيك عمر شي واحد ندخل ليها بالطريقه اللي غندخل ليها انا. اش قلتي عشيري؟ قلت لك فين غادي يا صاحبي؟ ما عرفتينيش واقيلا الصاط. وشكون انت في ملك الله؟ انا ولي ملي كانت عندي 10 سنين طيحت جوج ارواح وخويا شاد الحومه كاين غير القوي يا شيخ. الدراري ياك ما يكون هذا هو دم رقيان من نهار كانت عنده 10 سنين وهو غابة. ودابا هذا هو العويق فيكم. هذا هو ولد ام رقية. واي توحشناك. فين ولد حومتي؟ مالدي. طش. هيا. فريدة. عاد. فريدة. ولد ام رقية خرج لكم الحرية. يلا تلقى ربي صراحنا. دمي بغيت نقول لك واحد الحاجة ومركش منك اخي. شنو هي هاد الحاجة دمي؟ راه قول كلشي ديالك. ام رقية الله يرحمها اخي. شنو هو؟ والدي مات. الله اكبر. اخويا امي مشي مشات اخويا. هاني اخويا الله يسلمك. خوجي امشي على الدار نشم ريحه الوالده قلت العشي ونجي عندكم الخوت. الله يعاون الخوت. وايش كش ما طيش لي على رزقي؟ وهاد الكروه كانت ديالي قبل ما تكون ديالك عشيري. على مالك شكون انتايا؟ انا هو ولد امي رقيه اللي فاش كانت عندي 10 سنين طيحت جوج بطاين ودخلت للقويه. على سلامتك عشيري. واحنا عشيري الله يسلمك. وقول لي شفت الحومه وخا خاوي فين هما الدراري وكذا؟ وفين هما الدراري القدام اخويا؟ شي في الحبس وشي في القبر وشي في الغربه. الله يدير شي شاوير وصافي. وقول لي قال لي بنادم ولا عندكم قانون جديد اللي شي يدخل ماشي يخرج كيفاش لافيه؟ اش غنقول لك اخويا اللي شي شم دايز من حداد الحومه ولا شي يدخل ليها شي تبع طراف وشي تصدر في الديبوات شي يمشي للغربه ولا شي يبقى اخويا شي يخدم عبد عند الزعيم. ويلي عشير قول لي شكون شاد الزعامه؟ شاد نبيل ودمينا. ويلي عشير نبيل وقول لي فين كاين الدار ديالو؟ الطورة من هنا على اليسار تلقى الدار ديالو اخويا. وصافي عشيري انا نمشي نشوفو حتى العشية نرجع عندك نتباشر بشي حبات. صافي على مولانا عشيري. دابا دار الساعي ما يوصلنا ليها واش غنقولي السقا قاتلنا ربي شتاني هاد المونتي شتاني عندي انا كاع لهنا شتاني ويلي ويلي ويلي
قلت من تما تاع قلبي كان يسكت شفت بزاف خدني شي حل. أعوذ بالله مش طراجي شوفي بلا مش كتحمقيني ونفس الكاسيطة كل نهار أنا وياك عمرنا تكون بيناتنا شي حاجة علاش أنا كنبغي واحد البنت وخاطبها على سنة لا واصولي يعني هادشي خرجي من عقلك تا أنا هادشي راه ما عنديش في عقلي يا يدك أنا يا يدك سيدي ربي بروج ولا هي اللي غتفاريها ليا منا تقضي لي لافير ومنا نشوف لاش هنيش منا اشوفي اللي نطولو نقصو بلا ما تبقاي تحماقي عليا ياك دابا نتي باغي تصاحبي معايا باغي انوي تكون بينا شي حاجه وغتقضي معايا واحد البلان وشوف كلشي ديالك اي حاجه بغيتيني فيها مرحبا وشوفي دابا غنتلاقاو في رون بوين جديده اللي في الحومه وديك الساعه غادي نشرح لك كلشي يلا واخا انا دابا نكون عندك يلا حيدي يا ربي دوز هادشي بخير وعلى خير اني ماشي السلام عليكم وين اخي ياسين وفين هاني بخير وفين هو اخوك شكون خويا وانا شكون خوك والله شو مابقاش جبد لي هذاك جبد لي هيثم ما تجبش لي انس والله عاودتي ماش دار لك عاوتاني تا كبيره جاي عندي حمى في الكوشمار دريتي الدواء ليا يلا معايا هذاك راه تسطى هذاك صافي الهضره الهضره قبيله جبد لي كوشمار وانا قاعد ما عاودش درت عندها وفين يكون مشى دابا ما عرفت ليه فين مشى ما يكونش مشى زعما عندهم فين عندهم الكوشمار الا ما تقولهاش بالضحك ولا يدير انت ما عارف واش راح مقال زعما لكم مشى لحم الكوشمار واي ديره شي موجد الكنازه ها ونعاونك في الطوابلس شوف يا سير ما بغيتش واحد البلان ضروري شنو هذا البلان دابا الدريه اللي خاطبها خطفوا لي في حمض الزعيم وخاصني باش ندخل تما وباش ندخل عند الزعيم دابا نديك انت هي كهديه نقول بهم بك وديك الساعة باش نخرج هي شنو هو مالي بنت لك دابا انا ضحية ماشي كيتشون ديال ضحية دابا بقات هي لداخل ولديها حسبينا عندك اي ديك لايوبيا مشي للحسن نصدق ليها ليك لا ليا غنديرو هاد القالب غنخرجوها ملي غنخرجوها غنصوت فيها ديك الساعة وغنولي ديالك انت هي ومن هكا صافي يلا نمشيو 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 زيدي ولد امي وحية جاب السلعة نقية شي زيدي واش الداخل هادي هي حومة كوشمار كل نهار صلع انوار كاينة فريدة كاينة كان بغيت والزعيم شكون انت؟ عافاك ما غتعقلش عليا وكاين معاك ولد امي رقية دري ولد امي رقية تا هو الدري اللي كانت عنده 10 سنين وادع ولا مرحبا على سلامتو على سلامتو على سلامتو الله يسلمك اخويا الزعيم قول لي فين هاد الخبور كاملة فين خبرتي؟ حنايا كنا في القرية واليوم خرجنا للحرية وجبت لك معايا أحلى هدية على هاد الوجه السيدة غادي تدخل الحمام جبت سلعة جديدة ديال اليوم قول لي ديال اليوم وخذ لك اللي بغيتي ودخلوا مرحبا تحياتي لك خويا زيد نجي زيد زيدي اسماء اسمع بلا ما تخاف انا جيت انا جيت شنو هاد الحاله شوفي ما ديتش على هادشي هادشي درتو باش ندخل عندك ودخلت بواحد الطريقه اللي صعيبه بزاف وباش نخرجو من هنا مستحيل خصني نلقى شي فيكا اخويا حنا ما تخرجناش من هنا شوف اخويا شي مادام دخلت لهنا الا وغنخرجكم كاملين ولكن خاصني شي حل واقيلا لقيتها وعلى ودكم غادي نديرو خاويتك بزاف بونابيل مرحبا السلاعة عندك اخوي بروج ولا السلاعة ناضية لا ورا السوق حمى الكوشمار ولا الزايدة عاوتاني الله يا ودي الزعيم هذا كاين اخوي نابيل كاين
قول لي هذيك المهمه ديالك اخويا نبيل. ايه هي المهمه نهار اللي مشات مشى مع الخير وربح كي كانت الايام هنايا. ايوا يا امي الله يفاجئك. هاني هاني يا خويا نبيل صبر الله يسمح لينا من الوالدين صافي. هاك شاب شويه يا خويا نبيل باش تنساك وما عندك ما دير. صحتو اش انت مالك اخويا نبيل؟ امي القيه طويله وباك طويل كي درتي ليه؟ راك عارف داكشي د الويرات البشرية كدا ربي بغا نخرجو بحال هكا خونا باش نديرو كريم ماك اخويا نبيل ما فيك ماشي حاجة نبيل اخويا نبيل الحمد لله سيد ربي يا ربي كون تخاف ما يكونش ماشي الحمد لله هاد التصويرة إلا اش خرجني ما تحاول تقوش اسمح لي يا اخو الله يشجعك اللي سمحتي غودزيلا والتوتش بابلو واش يا في غادي بالسلعه ديال الحومه هاكا عشيري التليفون شوف دبدو سجيب لي داك التليفون شوف يلا بالي تري كشر الزعيم انا ما تقولهاش هاتوا تشوف اصاحبي الزعيم الله يرحمه ودابا انا هو الزعيم واللي بغى شي حاجه مرحبا لا ودرقيه تا هو الزعيم ولكن قولي ولد رقية هادوك فين غادي بيو هادو نبيعهم لواحد الجماد كندير لكم احسن صوارية مناسبة الخروج ديال ولد رقية سيلو سيلو دابا خليوني نمشي باش ما نتعطلش على خونا وحده والكروة ديروا الطريق لولد رقية زيدوا نشوف خوت واللي عندها شي داش مشي ليها واسماء لا عندك شي مكابي وطيت هج انس دوك كامله بنتي ليا ماشي هو هذاك مالك ولقيتي اني كنفكر بداك المغامره اللي دوزنا وييه شتي من خرجنا من تما حيين والله حتى معجزه والله يخلف على امي القيه شكون هاد امي القيه ايه هاد امي القيه احسن صدفه وقعت لي في حياتي هادي مسكينه شي ما كانت في ديك حومة الكوشمار وولدها ملي كانت عنده 10 سنين هو غاب وانا كنت جاي موجد واحد الكذبه ديال واحد عنده 10 سنين طيح جوج ارواح سبحان الله ويا تجي صدفه وانا نكمل معاهم ديك الكذبه الحمد لله سيدي ربي وطلعتي كذاب مع راسك ياك دابا انا وليت كذاب وهادشي كامل على ود منداش وعلى على ودك ضحيت بحياتي على ودك هي المصيبه غير كنضحك معاك راني عارفه اللي كاين والصراحه عمري نسى هادشي اللي درتي معايا وفي هاد الوقت صعيب تلقى شي راجل اللي ضحى على وديك وياه المهم ماشي مشكل حنا ما بيناتناش هادشي يلا نتحركوا من هنا